السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بسام جابر يحاور. وضيفي العزيز اليوم هو الدكتور عادل بربارة، هو طبيب عيون. برحب فيك أجمل ترحيب. وأنت من حيفا؟ من حيفا، من عكا؟ أنا عكاوي ولكن حاليا مقيم بحيفا. وكل شيء تمام بحيفا؟ الحمد لله، بعكا تمام وبحيفا تمام. إحنا كمان بنكون كثير بحيفا، أحيانا بشعر أنه أنا بحاجة لفنجان إسبريسو، بطلع من الطيبة لحيفا، بنقعد نسهر ناكل جديد، آيس كريم، فنجان قهوة وهيك، وبنعيش بأجواء جزيرات بنغوري هناك على الشط. نعم البحر. نعم نعم. تحب حيفا؟ طبيعي طبيعي، عروس البحر يعني. عروس البحر يعني. مع أنه في كثير عرايس للبحر، في إسكندرية عكا ويافا لا خلينا نحكي خارج دولة إسرائيل. في إسكندرية وفي بيروت وفي يعني ملان وحلو يعني. مزبوط. طلع كل واحدة منهن لها خصائصها، شايف يعني. البحر بجمل كل إشي، المي بتجمل كل إشي. حلو. يعني البحر وزراء، وقف أنت على شط البحر ما أنت بتضيع. بتوه. عشان نحكي عن شط، عشان ذكرت إسكندرية، في غنوية اسمها شط إسكندرية. نعم نعم. بتجنن بتجنن. هاي لسيد درويش. نعم. بتجنن. نعم. على فكرة كدش تحب محمد عبد الوهاب أنت؟ طبيب عيون حضرتك، طبيب. نعم. حكيم عيون. نعم. تعال نترك العيون. نعم. تعال نحكي شوي، نحكي بالفن. يلا منيح. انت بتعرف ليش انا بحب اجي لعندك؟ انا بحب لاني بشعر اني جاي عند صديق على صالون تندردش. يعني هذا البرنامج لازم يسموه دردشات مع بسام جابر. حلو حلو. اللي سمى البرنامج هذا ابني فادي، هو. نعم. اللي سماه زي بسام. نعم. جابر يحاور. نعم. يعني بالمعنى بلغة أجنبية مثلا، زي مثلا بسام جابر من رأيين. نعم. بسام جابر يحاور. إيش من النار. نعم. نعم. بس أنا يعني بتفق معك إنه أنا نفسي بحب الدردشات. نعم. بحب. نعم. أنا حسيت بهذا الإشي. وبدأت نحكي شوي عن الفن، عن عبد الوهاب. عبد الوهاب دشنا من العين، خلينا. نعم. خلي العيون بحالهم. طلع عبد الوهاب عبقري عبقري. يعني إذا أنت بتاخد ألحان عبد الوهاب، شايف كيف؟ لأن خد فريد الأطرش كمان عبقري، أوكي. بس لما بتسمع أغنية بتقول هاي لفريد الأطرش. أنا وأنت الوحدين. بتسمع فريد. أيوة. نورة نورة يا نورة، واشتقت لك والآخر. هذا فريد الأطرش، تحس إنه هذا هو ستايل تبعه. صح. إسا عبد الوهاب مثلا بتسمع له مثلا بلاش تبوسني في عينيا. أوكي. وكأنها فيها نوع من الأجنبي يعني. على الرتم الأجنبي. شايف. وبتسمع له مثلا غنية عندك بحرية يا رئيس مثلا. عندك بحرية لو أدي على الصافي. أنت بتتخيل أنه عبد الوهاب لحنا يعني؟ شوف قديش هاي الغنية. شو بقصد لما بيقول بلاش تبوسني في عينيا؟ نعم. بجزء أنك طبيب عيون. لأنه البوسة في العين تفرق. أنا ليه سألتك؟ عشان طبيب عيون. نعم. البوسة في، ما هو كان يؤمن أنه البوسة في العين تفرق. فبقول له بلاش تبوسني في عينيا، البوسة في العين تفرق. بتحب الفن أنت؟ كتير. أم كلثوم؟ طبيعي. شو أم كلها؟ ست. هاي ست. ست كوكب الشرق. يا إلهي. لليوم. نعم. يعني إذا بسنحلك الوقت. نعم. وبتلوح لك الفرصة تسمعها. نعم. ما بتصدق. نعم. يعني يكون عندي شوية وقت مثلا. نعم. لما بطلع أنا من المثلث للجليل، في عندي حوالي ساعة ونص، بفتح هذا بس على أم كلثوم. نعم. شوف إحنا الله بحبنا إنه عشنا فترة الزمن الجميل. يعني إنه عشنا أم كلثوم، عشنا عبد الوهاب، عبد الحليم، فريد، عبد المطلب، عشنا فيروز، عبد الوهاب، صباح فخري، يعني الصافي. عشنا كل هاي الناس وربينا عليها. يعني هاي الناس جزء يجري في دمك. هاي الناس مش مجرد أنت بتسمع غنية، أنت بتسمع الغنية، بتسمع عبد الحليم مثلا تتذكر أزقة عكا العتيقة. يعني فإحنا الله بحبنا إنه عشنا هاي الفترة، فترة الزمن الجميل. حي الأناديل بذكرك بعكا القديمة. نعم. ضيل الأناديل. نعم. ضيل الأناديل طبيعي، والشارع الطويل. فكرني يا حبيبي بالموعد الجميل. حلو. فبتذكرك بحيفا بعكا. طبيعي طبيعي طبيعي. بالعتمة وصورينا. نعم نعم نعم. والأزقة وإلى آخره. نعم. حلو. عندنا بتجنن. بقول بالنسبة للفن والأشياء بتعلق بالفن، عندنا محمد عبد الوهاب وعندنا أم كلثوم اللي هم كانوا القمة. نعم. مظبوط. لبنان كانت كمان. نعم. كان يعني كان شو تقول. نعم. خصوصا فيروز. فيروز خصوصا وضيع الصافي. فيليمون وهبي. فيليمون الملحن وهبي. العبقري، بيقولوا عنه شيخ الملحنين. لحن لفيروز من اروع غنانيها. كان نفسي انا دكتور عادل بربارة. نعم. نفسي اروح على بيروت. انا كنت في دمشق. نعم. بس وانا بدمشق وهي بعيده ساعه ونص يمكن عن بيروت بالسياره، كل الوقت براسي يا ريت. نعم. لو انا اقدر. نعم. اروح على بيروت. نعم.
بتجيك هاي بتحب تروح بيروت؟ كل اللي راحوا على لبنان بيقولوا غير عن كل الدنيا يعني لبنان، حتى اللي كانوا في أوروبا وبسويسرا وكذا، يعني في إلى أصدقاء راحوا على لبنان بقول لك لبنان غير شكل، غير شكل عن باقي العالم. بس يعني الله يطعمنا يا أستاذ باسم. أوكي بس في عندي مشكلة هناك، المشكلة الأخيرة اللي أنا يعني بتعاطف مع الشعب اللبناني ومع أوضاعه يا حسرة السيئة جدا، اللي الليرة اللبنانية نزلت من كذا من 100% مثلا، لو نفرض أن الليرة هي 100% ل 2%، يعني أشياء يعني مؤزرية، إيش اللي يعني عن جد يعني بيخلي الواحد يحزن. مش بيطلع بحق لشعوبنا تعيش ظروف أحسن من اللي بتعيشها في كل مكان يا أستاذ. تعال نرجع نحكي عن أشياء منيحة. تعرف بشار بن بورد؟ يمكن مرة حكيناها معلش معك أو مع غيرك. بشار بن بورد هو شاعر ضرير أعمى، ويعني من جهابذة من أقوى الشعراء العرب في فترته. وهو احنا نرجع لموضوع تخصصك، العين. هو اللي قال يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. بس أحيانا أحيانا هو قال أحيانا. أنا بفكر بعتقد أنه من ناحية فلسفية والحك معه انه هو بكل شيء انه دائما يعني اصلا ما بيقدرش يقول انه الدم تعشق قبل العين، لان العين بتشوف. يعني اكيد انت اكيد تتوقف معاه بها، انه ما يقول لك يكون احيانا ما يكونش دائما مثلا. لانه طلع يعني اذا انت بتطلع على الحواس، انا احكي على الحواس، يعني الحاسه الاهم بدون شك مع الاحترام لكل حاسه هو النظر. شايف المعلومات اللي انت بتاخدها من النظر هي معلومات ما بتاخدهاش ولا من اي حاسه، المعلومات اللي تزودك فيها العين. شايف بدي انا اجاد لك، بس مثلا الذوق طبيعي ملوش علاقه بالنظر. لا طبيعي، لا ما احنا عندنا خمس حواس منفصله. هاي بدي اقول انه منفصله، واحده بتكمل الثاني. بالضبط، هاي بدي اقول انه ولكن انت كطبيب عيون متحيز لتخصصك، انت كنت العين في اهم شيء طبعا. أهم إشي. انا قلت لك كانسان عادي كل شيء مهم. فالاحساس الذوق مهم، شوخرة مثلا، السمع مهم، كل الحواس، اللمس مهم، طبيعي الشم صح. وبنظر الشعراء كمان، كيف كنا بشار بن برد شو كان يعني بدي اقول انه بنظر الشعراء الغزل مهم. هل هاي حاسه ولا مش حاسه بعرفش، اما هو قال يا قوم اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا. هاي مش هاي فيها كثير حكمه. طبيعي. واحنا بالصف التاسع لما تعلمنا هذا البيت مر معنا، وكان معلمنا الاستاذ حسن بشار الله يرحمه، يعني شعرت قديش اللغه العربيه لغه قويه، لغه مهذبه، لغه جميله، لغه اللي بتنقلك. لا قبل يومين سمعت في بطريقه اخرى قصار الصور. صور قصير من القرآن الكريم. شو قالوا هناك؟ قالوا يعني لمين؟ بصوت مين؟ بصوت عبد الباسط عبد الصمد. اسمع طبيعي. شو كتبوا عليه؟ كتبوا صوت من الجنة. طلع التعبير، طلع طبيعي. التشبيه طبيعي. قديش قوي طبيعي. إنه الصوت من كثر ما هو حلو وكأنه من الجنة. فنرجع للأشياء اللي نقولها، إنه كل حواس، كل شغلة إلها حكمتها وإلها أهميتها، واحنا بنحبها. يعني لما انت بتسمع موسيقى جميله مثلا، انت بتحلق، بتبطل محلق، بتبطل على الارض. شايف انا بقول مثلا هدول الملحنين اللي بيلحنوا، يعني اذا في اشي بين الانسان والملاك، هدول ناس يعني بحلقوا في محلات احنا ما بنوصلهاش. شوف هاي في ابتهالات واغاني مسيحيه. مثلا صوت فيروز، الست فيروز. انت كمان فعلا هناك كانك عايش بالجنة. تسمع احيانا بيجيبوا بيوروك مثلا اعطوك اغاني لفيروز والفيزواليا المنظر ثلج على الجنبين. نعم في اوروبا. نعم نعم نعم. في لبنان انا بقصد لبنان. انه ثلج على الجنبين وفيروز بتغني. روعة. في كتير فيديوهات باليوتيوب بحطوا فيروز وبيمشوا بالنمسا وبيمشوا بسويسرا. كمان حلو. يعني انا شفت اللي عايشين بلبنان وحبيت اكثر لانه لبنان. طبيعي. ولاني انا عربي ولاني بحب لبنان. كلنا بنحب لبنان. طبيعي اكثر طبيعي. من اوروبا. طبيعي اكيد. طالع على موسكو بكره انت. نعم سو المضبوط دعيت
لمؤتمر لأطباء العيون في مؤسسة كراسنوف في موسكو. بدي احاضر على من هسه عندك والله ترددت كثير والكل بقول لي ما بتطلعش بنتكل على الله شايف كيف وبنطلع الحياه كلها مخاطره والنعم بالله نعم احنا مؤمنين بالضبط والدعوه يعني لا ترفض لما ناس تيجي بتدعيك تقول لك تعال حاضر عندنا وكذا يعني كمان من الادب انك تستجيب وهذا هو طالع اي لغه راح تحاضر بالانجليزي والمحاضره ستترجم للروسي يعني مع الاسف ما تعلمتش روسي انت لا لا انا ما تعلمت بروسيا المضبوط بعدين بيعرفوش انجليزي منيح يعني اليوم روسيا لا بيعرفوش انجليزي منيح وهي يعني مثلا خد يعني الفرنسيين مره ما كانوش يحبوا يحكوا انجليزي بس اليوم بتروح على مؤتمر دولي بفرنسا بيحكوا انجليزي يعني هي اللغه العلميه اليوم هي اللغه الانجليزيه مع انهم متحفظين من جدا ناحيه جدا بس حتى الفرنسيين غيروا فان شاء الله انه اكيد الجيل الطالع في روسيا راح يعني يمشي في اتجاه انه يعرف انجليزي بس حتى ذلك الوقت ستترجم المحاضرة يعني أنا بدي أقول له واحد يترجمها حلو ليه أنت بتروج للغة الإنجليزية أنا بروجش لأشي هاي يعني شو هاي لغة الاستعمار شو بس هي مسيطرة شو نسوي شو نسوي طبيعي حسب باب الحارة اللي أنا أشوفه كثير في قناة هلا لغة الاستعمار الفرنسية اللي كانت في لبنان وبسوريا لا بس الاستعمار الحديث والاستعمار الأمريكاني والبريطاني البريطاني وبعد الأمريكاني والسيطرة الثقافية الأمريكية كمان يعني كمان في سيطرة ثقافية إذا بدي أتفق معك أنا عن أهمية الإشي بتفق معك هيك إنه اللغة الإنجليزية هي اللغة أكثر علمية اللغة اللي نعم. العلم تداول فيها نعم. مع إنه بنعرف إنه مثلا سوريا كانوا علموا الطب باللغة العربية بتتذكر نعم. بعرفش نعم. اليوم كيف لما نعم. وهيو برضو مليح إنه الأسد تصلح هو الزعم العرب نعم. وراح جدي وكان حلو وهيك نعم. والله نعم. انبسطنا إنه نشوفهم طبيعي قدر الإمكان يعني يحكوا مع بعض عودة سوريا إلى حضن العالم العربي كان نعم. حلو نعم. مع انه مش كل شيء 100% انا يعني موافق مع سوريا في اشياء اللي عملوها احنا ما بنحبها اما بشكل عام يعني ان شاء الله يصير سلم وامن وامان للجميع ويصير امان عندنا هنا لانه خلينا نحكي عن حاله لانه الامان مش لدرجه متوفر لا في الجليل ولا في المثلث ولا في النقب لا 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 هاي مشكله كبيره هسه عم نواجهها بالنسبه لشغلك بديش افوتك على موضوع بالنسبه لشغلك نعم كطبيب عيون نعم شو اكثر شيء حسب رايك مشكله او خاطره او شيء مرت معك بحياتك اللي انت بتنساهاش في مجال شغلك مجال الناس تستقبلهم نعم. مشكله واجهتها والله هقول لك قصه عالجتها نعم يعني انا يعني تخطر في بالي إسا قصة صبية حامل إجت عندي فقدت النظر بعين واحدة ليش؟ فجأة صار عندها نزيف غطى لكل مركز شبك العين وراحت عند كتير أطباء والحل كان المفروض إنه فتح العين وسحب الدم امرأة حامل بدك تعمل عملية لامرأة حامل عملية حساسة جدا جدا فاجت عندي حضرتك بتعمل عمليات بالعين يعني طبيعي هذا مهم انت نعم مش طبيب عام نعم انت طبيب جراح عيون نعم فاجت هاي الصبية طلعت عليها شوف احنا حكينا عن الفن الطب هو فن يعني الطب هو ليس مهنة هو فن لانه كل حالة انت شايف زي ما الملحن بياخذ قصيده وكل قصيده يعطيها اللحن تبعها انت كدكتور كل معالج بيجي عندك بدك تحاول تلاقي له الحل شايف وعشان ينجح الطبيب يعني هذا كمان بنقوله للدكاتره يعني لما بيجي هالانسان عندك فكر كيف انا بدي اساعده ايش بقدر انا بكل طاقاتي اساعده احرك المرض اللي عنده يعني ابعده اخففه او ازيله شايف ففكرت قلت ليش انا باخذش ليزر معين اوكي وبعطي ضربه في هذا الدم لحالك بدون ما اسال حدا بدون ما قريت عنه انه هيك من تجربتك نعم قلت انا شو راح اخسر قلت شو بدي اخسر انا انا بضرب ضربتين بلكي خسرت بركي نزل ما فيش شو تخسر كان ليزر على وهو هذا الليزر هو الإشي الحلو في الليزر هو دقته يعني أنت الدقيق كالليزر فالدقة هي في الليزر أكتر من أي سكينة أو أي إشي تاني فضربت ضربتين لما ضربت الليزر
الدم طلع كيف الفقاعة، يعني انت بتشوف العين مكبرة كيف فقاعة القنبلة الذرية بتعرف تطلع هيك وبتعمل زي الفطر صح. شايف؟ فعمل الدم زي الفطر وكله سحب لقاع العين من تحت ورجعت تشوف مباشرة. يا إلهي شايف كيف؟ وبعت هذا كمقال لمجلة علمية، مجلة علمية، والصورة اللي بصور فيها العين قبل النزيف وبعد قبل والنزيف فيها وبعد ما فتحت النزيف اختيرت كصورة الغلاف للمجلة الأمريكان ميديكال أسوسيشن. قدرت تعمل عليه على هاي العملية بروفيسورة لا إذا بدك إذا عندك وقت، بس صارت وقت عندك أنت. نعم. عشان تكون بروفيسور لازم تشتغل في مؤسسة أكاديمية شايف وتنشر أبحاث، بس إذا أنت ما بتشتغل في مؤسسة أكاديمية حتى لو بتنشر أبحاث حتى لو بتخترع، يعني اليوم في عندي بلا مؤاخذة يعني أعوذ بالله من كلمة أنا اختراع مثلا بعض الاختراعات في مجال طب العينين، ولكن بما أنك أنت مش عاملها في إطار مؤسسة أكاديمية فلن تحصل على البروفيسورة، وأنا مش مستغني يعني الحمد لله نشكر الله. المهم أنك تشتغل صح بتربح كثير مصاري. نعم بتربح كثير مصاري. بربح كفاية عشان أعيش باحترام باحترام. كل إنسان بده بس هذا الإشي أنك توصل تعيش باحترام. تنساش أنه عشان تشتغل صح كمان عندك مصاريف كبيرة، يعني عشان تشخص بدك أجهزة. أنا بمزح مزح بقول نعم. يعني أول إشي إن شاء الله الله يعطيك ويعطي غيرك وقدر الإمكان أكثر. القصد يعني لما قلت إنه بتربح كثير مصاري، القصد إنه أكثر يعني بمجال المزح مش مجال لا ولا يهمك. أنا بعرفك 10 سنين التقينا 15 سنة يمكن بس هقول لك إشي، ما إحنا قاعدين عم ندردش وبناخذ وبنعطي فيش مشكله بالعكس حس براحه بالعكس يعني. بس انت تطلع اليوم عشان تحدد جمله قبل ما هذا عشان المشاهدين، انا بفكرش انه رجل العلم في دوله اسرائيل باخذ ما يستحق. هاي الشغله. الشغله الثانيه بهمش، انا مسلم بقدر اقول لك انه دائما يعني بحب هاي الايه اللي بتقول اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان وعلم الإنسان ما لم يعلم. نعم احنا كلنا معنا موجودة عند إخوتنا المسيحيين بنفس بطريقة أو بأخرى. نعم ربما محلات حتى أستاذ بسام، احنا العرب المسيحيين كمان ثقافتنا إسلامية، يعني احنا ربينا على الثقافة الإسلامية. أي آية من القرآن أنت بتقول أنا ممكن أكمل لك شايف، وإحنا بنعرف التاريخ الإسلامي جيد جدا، وإحنا عشنا ونسمع القرآن وإحنا أولاد صغار والأدان، وربينا هاي ثقافتنا، إحنا ثقافتنا عربية إسلامية. أنا بقول لما كنت في سوريا أجوا صحفية من MBC من لبنان، 5 صحفية أجوا على الشيراتون، كنا في الشيراتون، فتفاجأوا لما شافوني صحفي وهيك وجاي على سوريا ودمشق وهيك، وبتعرف كانت العلاقات بين إسرائيل وسوريا بأسوأ ما يكون، فلما شافوني استغربوا وهيك. فأنا قلت لهم شو بفكر، أنا بفكر العالم العربي أغلبه مسلمين فيش شك في هاي، بس أنا بقول إنه العالم العربي الجانب المسلم أو المجموعة الجمهور المسلم اللي هي ملايين أكثر من 100 مليون يمكن 150 مليون، لازم تحتضن إخوتنا العرب المسيحيين، تحتضنهم وقدر الإمكان نتعلم منهم الأشياء اللي هي مش موجودة عندنا كمسلمين، ونحضرهم ونتعلمها ونغني حضارتنا كعرب. بطل تحكي مسلمين ومسيحيين كعرب فأنا مش متفاجئ اللي بتقول فيه. نعم لأنه هاي إحنا ربينا على هاي الثقافة وربينا على التسامح اللي في الدين الإسلامي، يعني هاي الأشياء كمان يعني فلت الأشياء اللي في بعض الأجنحة في الحركات الإسلامية بتتبناها التطرف والفرض وإلى آخره، بس مش هاي هي طبيعة الدين الإسلامي كما تعلمناها نحن. احنا ضد التطرف كما تعلمناها نحن، احنا مع الإسلام الحنيف، الإسلام اللي الإسلام القرآن الكريم اللي بنعيشه من منطلق اقتناع وحب ود. والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه. صحيح صحيح. هسه بالنسبة لنرجع للموضوع العينين، الحديث معك شيق دكتور عادل بربارة. نرجع للموضوع تخصصك في العينين. نعم
الديجيتال جنن الناس يا زلمه، كل الوقت بال موبايل بتطلعوا بتطلعين عينين الناس شو الحال. انت بتعرف انت انه في شيء، في وباء اليوم اسمه قصر النظر. قصر النظر عم بيزيد في العالم، يعني من 10-15% اليوم في محلات معينة صار 40% في أوروبا والدول المتطورة. شو معنى قصر النظر دكتور؟ قصر النظر والإنسان اللي ببطل يشوف لبعيد، بصير عند الأطفال يعني بالجيل المتأخر من الطفولة بداية المراهقة، وبيزيد مع العمر لأنه بيكونش عندهم حقل ميدان بعيد يشوفوه. برافو عليك، هاي الكلمة الأبحاث أرجت إنه في إشي واحد ممكن يعوقه لقصر النظر أو يبطئ تأخره، هو وجود الطفل بريت البيت بالشمس، يلعب طبعا مع وقاية من الشمس، بس يلعب برا ويمد نظره لبعيد ويكون في ضوء الشمس. هذا الإشي الوحيد اللي ثبت بالأبحاث إنه ممكن يأخر تطور قصر النظر. أما طبعا اللعاد كل الوقت في البيت وقاعد أنت قبال الشاشة الصغيرة مقربة لعينك، هذا يساهم في تطور وفي ازدياد قصر النظر. يتوقع انه بال 2050 يكون 50% من سكان العالم يعانون من قصر النظر، فهو وباء خطير جدا. طبعا قصر النظر له كمان مضاعفات على شبك العين والى اخره. ماله احنا بنحل هاي المشكله عن طريق الليزر، انه بنخلص من النظارات، من الحاجه للنظارات بالليزر. تخصصك انت عمليات ليزر؟ نعم عمليات التخلص. فكرة. نعم فكره، واعتقد انه زي ما فهمت انه جبت لنا صور اللي شوية يعني نعم. وسائل إيضاح توضح العملية نعم. هاي اللي بتعملها. أوكي. طيب خلينا نقسم الموضوع بس إذا بتعطيني مجال. بعطيك مجال قبل بدك، بس من كل البنات إنه لما دكتور عادل بوربارة بيبدأ يحكي عن عمليات الليزر ورونا الصور. بعدها بدقيقتين لأنه دقيقتين الأوائل بدي أحكي عن تخلص من النظارات بالليزر. هو عمليا الإنسان بقوم بشوفش، يعني أنت أنا وياك بنشوف منيح بنحسش بهذا الإشي. طبعا أنا تذوتت هذا الإشي من كتر التعامل مع ناس اللي عندي انقصر نظر. إنسان هذا بقوم أول شيء بيعمله بدور عن نظاراته، فإحنا بنلغي له هاي الحركة، بصير يقوم بصير نظره جزء من جسمه. شو أنا قلت للصبية قبل اللي كانت هون، قلت لها العملية هاي مش تجميلية، العملية هاي هي وظيفية، تعيد وظيفية العين إلى العين بدون الحاجة إنك أنت تقوم تدور عن نظاراتك عشان تشوف لبعيد. ليه بنتمرها بدها إقناع بس يحطوا نظارات يعني؟ في بخجلوا في لا في ناس بفكروا إنه هذا الإشي يعني هو عشان بخجلوا إنه يحطوا نظارات أو إنه تجميلي. هو الإشي مش تجميلي، هو إشي وظيفي. أنت شفت كل اللي بخجل يحطوا نظارات دكتور عادل بوربارة؟ أنا بقول له إذا بقدر، إذا بخجل إنه يحط نظارات وبقدر أخلصه منهن وأريحه من خجله وأعيدل وظيفية النظر لعينيه، بعمل له ليزر إذا هو بقدر وبقدر أنا، شايف كيف؟ ولكن الهدف هو أنك تعيد وظيفية العين إلى العين نفسها بدون ما تحتاج لنظارات. هذا القصر النظر، هاي عملية أكثر عملية تجرى اليوم في مجال طب العيون، لأنه قصر النظر في ازدياد زي ما حكينا. هاي عملية ثبت أمانها. الإشي اللي أنا بدي أفرجيك إياه هون اللي جبته الفيديو، هو العملية جديدة بلشت أسويها قبل 6 أشهر، الأولى من نوعها في إسرائيل ومن أوائل العمليات في العالم. هي عملية لمرضى القرنية المخروطية، هدول يشكلون 3% من الشباب العربي في إسرائيل. لحظة شوي دكتور، أنت بتقول عملية إيش؟ عملية القرنية المخروطية. لما بتقول القرنية المخروطية أيوة بدوا يفوتون نعم. الصور، تقدر تورينا يا عايدة بعدين كمان مرة. لما بتقول هاي الكلمة أنا الناس عاديين ما مش أوكي هات أوضح لك إياها. هدول ناس ممنوع يعملوا ليزر. القرنية المخروطية هو إنسان لما بنعمل له فحص بنفعش نعمل له ليزر، بيشوفش منيح، بيشوفش منيح مع نظارات، بيقدرش يشوف بالنظارات، بيقدرش يتحمل عدسات لاصقة، والحل هو زراعة قرنية. فأنا بهاي الجراحة بدل ما أزرع له قرنية اللي هي عملية كبرى ميجور سيرجري، عملية كبرى إلى مضاعفاتها، أنا باخد شقفة قرنية، شقفة قرنية سيفة صغيرة، هاي الشقفة القرنية الصغيرة بعمل قنابل ليزر بقلب القرنية وبدخل هاي الشقفة القرنية الصغيرة في قلب القرنية الإنسان. هاي قرنية واحد متوفي وهاي بقايا، هاي ما بنستعملها بزرع القرنية، إنما هاي بقايا القرنية نأخذها. إسا هاي وين أنا زرعتها؟ لا دكتور هذا مش هاي مش عين نامية، لا بين عادية، العين عادية والشقف صحيح. اللي أنا عم بفوتها بقلب القرنية، شايف هاي وين المصورة اللي إسا فاتت؟ هاي هي شقفة القرنية من المتوفي اللي هدفها إنها تعمل القرنية المخروطية تزبط شكلها حتى يرجع الإنسان يشوف.
وهي عملية تجرى في دقائق بنج موضعي. بلشت أسويها من شهر آخر 9، سويت أول جراحة يعني. صرت مسوي 12 وحدة لسا، نسبة نجاح عالية جدا. بعدين أمان في العملية، أمان جد يعني العملية. شو يعني عالية جدا دكتور؟ نسبة نجاح يعني 12 مهم يعني مثلا. أنا بقول لك هدول الناس كانوا صح واحد لا؟ لا 12 وحدة لا، كل شافوا أحسن. أوكي. كل شافوا أحسن. في تفاوت بقديش بيشوفوا أحسن. بس هدول مرضى غير مرضى قصر النظر. هناك إحنا عند قصر النظر بدنا نعطيهن 100% نظر، بدنا نحاول نوصل النظر ل 100% بلا نظارات. هدول مرضى عندهن ضعف نظر، بيقدروش يعملوا الليزر، بيشوفوش منيح بالنظارات، بيقدروش يتحملوا عدسات لاصقة، كتير منهم بيقدروش يتحملوا عدسات. فالحل قدامهم هو جراحة كبرى. فباجي أنا بجراحة صغرى جدا بحاول أحسن لنا النظر. حلو. في أحيانا أكيد رح نرجع لسل هذا الموضوع، أحيانا بدي الشاشة يعني خلوا الشاشة علي، الشاشة علي. في أحيانا إنسان لما يكون هيك على بقعد يفرك بعينيه هيك ومرار بشدة ومرار بيبقى يأكل. نعم. يأكل. شو معناه؟ ترعى العينين. طلع. شو معناه وشو الحل وشو كيف لازم نتصرف؟ أول إشي فرك العين، فرك العين ممنوع من الناحية الطبية. إسا إحنا مرات لما كانوا يقابلونا وإحنا شباب. أنا بقترح دكتور بهمش أنا كثير بتدخل بالأسئلة. بس أنا مجبور كله لازم نفوت فاصل إعلاني. يلا. بعده بنكمل نبدأ من فرك العينين. أوكي كتير منيح. نكون مع الفاصل الإعلاني. يلا. اهلا بكم مره اخرى لمواصله بسام جابر يحاور مع الدكتور طبيب العيون عادل، دكتور عادل بوربارا. والان سنتحدث، برجع للعاميه، بنحكي عن في رعيه. نعم. وفي الرعيه. نعم. الرعيه هم الشعب. نعم. واحنا كشعب يا دكتور عادل بوربارا، شو هي قصه ان العين بترعى؟ بترعى. نعم. احنا الرعيه لما عيننا بترعى شو لازم نعمل؟ الرعيه هي عمليا اول شيء خلينا نقول الرعيه ايش بتادي؟ انك انت تفرك عينك. بتخرب شيء؟ لا، فرك العين كثير شيء مؤذي. هسه للكبير في العمر لما انت بتفرك عينك بتعرض العين لضغط جدا عالي، ولما انت بتعرض العين لضغط جدا عالي بتعطل على انتقال الدم في داخل شبك العين، طبعا للحظات. بس عند الكبير في العمر مفضل انه ما يفركش عينيه، ما يعرضش العين. عند الصغار يعني بالعمر لا، قبل حط مي مسقعه، روح على الحنفيه او شويه مي مسقعه او قطرات دموع اصطناعيه. شايف قطرات دموع اصطناعيه؟ لا، دموع كاذبه. لا، انا اللايتيرز فيها ماده حافظه وانا ما بحبهاش. شايف سيستين احسن، لانه ما يعني ما بتاذي، ما لها مضاعفات، فبتقدر تستعملها بحريه. اسا عند الاطفال حكينا على القرنيه المخروطيه وسبب الزياده. شو القرنيه المخروطيه؟ القرنيه المخروطيه العين فيها ازازه من قدام زي ازازه السياره. صح. شكلها نصف دائري. هذه العين القرنيه الشكل هذا هو الشكل المخروطي. هذا بتصير شكل مخروطي زي المخروط، بتعمل زي بتصير تبرز لبرا وبصير سطحها غير متجانس، وبالتالي بهبط النظر وبعدش ينفعه النظارات. يعني هذا الإنسان حتى لو أعطيته النظارات ما بيشوفش. الطريقة الوحيدة إنه يشوف هو إنه يحط عدسة لاصقة، ومش كل واحد أو هي عدسة لاصقة خاصة، ومش كل واحد بيقدر يتحملها. على فكرة اليوم عندنا علاج بوقف تدهور هذا المرض. شايف؟ فنرجع السر الفرق عند الأطفال. نعم. نحن مرقنا الرسالة عن طريق البرنامج إنه كمان خطر، بيؤدي لقرنية مخروطية. ليه الطفل بده يفرك عينه؟ لأنه مرات كتير عنده حساسية، وخاصة إسا بفترة الربيع والصيف تزداد الحساسية، ومن المهم إنه نعالجهن بالقطرات طبعا حتى نخفف هاي الحساسية ونخفف الفرك. هذا واحد. ومن شقة تاني إذا الطفل بده يفرك عينيه بدنا نعطيه بديل، نقول له لما بتحس لك تفرك عينيك روح على الحنفية، بدك تغير له العادة بعادة تاني. أما تقول له بس إنه ما تفركش عينيك مش راح يرد عليك. أعطيه حل. أعطيه حل. حلو.
بدي ارجع على موضوع العين، بس قبلها بدي ارجع على شيء شخصي عليك. نعم. حضرتك بتحب الموسيقى مزبوط؟ كثير. بتعزف؟ بعزف على العود. على العود؟ نعم. وشو يعني؟ يعني اقول لك ليش إشي العود يعني بالذات يعني؟ انا ولا شيء، هو عشق منه انا طفل، شايف منه انا طفل. اهلك علموك من اولك؟ لا والله، والله حياة ابوي الله يرحمه. الله يرحمه. كنت انا شاطر في المدرسه، فلما جيت اتعلم على العود قال ايه هذا الولد الشاطر اللي عندي اسا بده يخرب يدور لي ورا العود. ما كانوش يعرفوا يعني، كانوا يفكروا انه العود بده يلهيك، شايف كيف. انا تقريبا يوميا بس اروح من الشغل بمسك العود اليوم، بعزف على العود اليوم لليوم وبكره. ولما بعزف على العود شو اسمها مدام أنا إم رامز، أنا إم رامز جات معك هسه، هي شايفة. نعم. إحنا بث مباشر وهي شايفة. نعم. المقابلة. هل بتطرب لك إم رامز؟ نعم، أنا كل يوم الصبح بقوم بغني، كل يوم بقوم مدوزن على غنية شكل كل يوم. شايف هسه لما بعزف على شيء بتحب تعزفه؟ نعم. مقطوعة أو هقول لك إشي، أنت كل يوم بتكون مدوزن على إشي، على مقام. مرات تحب أم كلثوم، قديش ام كلثوم لذيذه، بس في ساعات بتقول انا بس مش جاي على بالي ام كلثوم. صحيح. جاي على بالي اسمع فايزه احمد. صحيح. ولا نجاح اسلام. انا مثلا احيانا هاي الاشياء طبعا العربيه فوق كل شيء، واحيانا بحب اسمع واشاهد بتلفزيون سيمفونيه موسيقى كلاسيكيه. موسيقى كلاسيكيه مره واحده. نعم. كل قديش بتسألني قديش بتحب؟ ما بشوفها مرة بكم شهر لأني حابة أشوف وأفتح على موتسارت وأشوف. نعم. طبيعي طبيعي. هاي كمان موسيقى فيها كتير روحانية وكتير بتهدي، يعني مثلا إذا أنت بدك تسمع موسيقى بدون ما تلتهي فيها، شايف، بتحط موسيقى كلاسيكية، شايف. على فكرة إحنا يعني الموسيقى العربية ضعيفة بالسيمفونيات وبالقطع الموسيقية مع إنه عبد الوهاب طويلة، مع إنه عبد الوهاب صاحبنا على كل بالتفكير يحاول يفوت. نعم. على العالم، بس إحنا كشعب الظاهر هني أفروا الملحنين إنه إحنا منحب نسمع الأغنية، يعني منحبش نسمع عزف ساعة كاملة. فشو هني صاروا يسووا؟ صاروا يعملوا مقدمات في الأغاني، حطوا مقدمات موسيقية ومقاطع بين المقطع الأغنية والتاني، يطولوا يستغلوا حتى يدخلوا لنا إياها. زي أغانيهم كل توم. نعم. المقدمة هي جزء لا تجزء من الأغنية. نعم نعم طبيعي. ومش بس كمان عبد الحليم حافظ مثلا قارئة الفنجان. نعم. بدأ يغني قارئة الفنجان، بدأ بالكلمات أخذ بجزء 5 أو 10 دقائق هو. نعم. هو يعني بدون الأغنية بس لحن. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. حلو. جنن هاي الغنية. وحفلته بتونس مثلا عبد الحليم حافظ. نعم. بتونس. نعم. في أشياء كثيرة. نعم. أنا مثلا مرة وأنا صغير كنت أحب بس عبد الحليم حافظ. نعم. بعرفش ليش، بعدين صار وسع أكثر. نعم. صارت أم كلثوم اللي هي. نعم. أكبر محل بدها. نعم. محمد عبد الوهاب مثلا. نعم. اليوم لما بتسمع محمد عبد الوهاب اليوم بأغانيه بتاخذها هي المسجله. نعم. تاريخيه. نعم. بتشعر شعور روعه روعه. نعم. احنا مش مطولين يخص البرنامج، بس انا بدي تعرف انه معنا بس 8 دقائق نحكي عنها، عن العين. نعم. اول شيء قلت لي انت انه اليوم اغلب الناس او كثير ناس بيحبوا يعملوا علاج العين بالليزر، شو يعني؟ نعم. شو علاج العين بالليزر واللي انت خبير فيه انت؟ نعم. علاج العين بالليزر هو هيك، الانسان عشان نشوف واضح لازم الضوء يسقط على شبك العين، كيف تعلمنا واحنا صغار على فيلم الكاميرا انه الضوء لازم يجي على الكاميرا. صح. على الفيلم عشان نشوف الصوره واضحه. في قصر النظر بسقط قبل شبك الصوره واضحه، كيف انا بفهمها انه اذا انا بدي اصورك لازم الضوء الشمس عليك على وجهك. ساعتها بتطلع الصوره منيحه. هذا هاي اضاءه. هاي اضاءه بس في الفوكس. أوكي. في التركيز الضوء. اذا انت بتعطيني ضوء وبتوسطه على محل غلط مش راح اشوف، يعني اذا بتعطيني ضوء كفايه ولكن الضوء بوصل قبل شبك العين مش راح اشوف. حلو. فبحاجه لعدسه عشان تجيب الضوء من وين بسقط لشبك العين اللي هي النظاره. هسه لما الضعف كبير خاصه زي اللي عندنا قصر نظر بقوموا بكونوا معتمدين كليا في نظرهم على النظاره، يعني هو عمليا بلا نظارات نظره جدا ضعيف، ما بميزش الشخص اللي ماشي قباله اللي بالشارع، ما بيقدرش يشوف على التلفزيون ترجمة. مش هذا اللي علاجه كتركت؟ هذا لا، الكتركت هي وضع مرضي، شايف. تاني اعطيني بس دقيقة اكمل. ماشي. قصر ماشي. النظر ماشي. فبقصر النظر كثر ما حديثك شيء خليني اسال. فقصر النظر
الضوء بسقط قبل. الحل تبعه بنغير تحدب القرنية بالليزر. الليزر بنقيم فيه بواسطة الليزر طبقة من القرنية، وهذا بغير تحدبه، وبالتالي بصير الضوء يسقط على شبك العين، برجع النظر للإنسان الذي لا يرى نتيجة قصر النظر. أما إذا كان عنده كاتراكت، شو هي الكاتراكت؟ في قرنية بتكسر الضوء، وفي العدسة بتكسر الضوء في العين، العدسة قدام جوية العين. هاي العدسة مع الجيل بتفقد شفافيتها، تبطل شفافة، فسميت كاتراكت. كاتراكت هي كلمة يونانية معناها الشلال. الشلال لما الشلال بيكون نازل بقوة، شو لونه؟ أبيض. تقدرش تشوف وراء أخرى. والعرب شو سموها؟ مي بيضة أو مي زرقة. شايف كيف؟ فهاي هي الكاتراكت. فحل الكاتراكت هو حل تاني، وحل جراحي كمان اليوم يجرى بالليزر، بس هو فيه جراحة أكتر من عمليات الليزر. أكتر؟ أكتر، لأنك بدك تفتح العين وتستأصل العدسي وتزرع محلها عدسي تاني. شايف؟ غير زراعة القرنية، هي زراعة عدسي. هاي كاتراكت، هناك زراعة قرنية. أنا فكرت إنه عملية الليزر للعين أقوى أو أصعب. لا، عملية الليزر هي عملية من الناحية التقنية عملية مش صعبة. شايف كيف؟ عملية وأنت تعملها وكيف تعملها وإيش تحط وإيش ما تحطش، هذا إشي تاني. أما هي من الناحية التقنية عملية مش صعبة، مش صعبة، والأمان فيها عالي جدا. في عنا في المجتمع العربي كله، في الناصري، في ملفحم، في دير الأسد، بكل بلاد عندنا مشكلة إنه الناس بطل يكون مهنيين. إسه بقول لك شو السؤال. يعني قصار في الشيء، دهان في الشيء، كهربجي في الشيء، بطلوا يكون هذولا. أطباء، في أطباء عيون؟ في أطباء عيون كتير. نعم. في أطباء نعم، في أطباء بفتكر إنه يعني عندنا اليوم، أنا بتذكر كنا مرة أول ما أنا طلعت كنا دكتورين أو ثلاثة عرب في البلاد. تعلمت بالقدس أنت؟ أنا تعلمت في إيطاليا، في وتخصصت إيطاليا. في البلاد. و بكيت تقول برونتو؟ برونتو، سي سينيوري. أنا بجاوبك بالإسبانيولي موي بيان. موي بيان. هن كتير إقراب طبعاً. اللغتين لاتينيات. صح. الفرنسي والإسبانيولي والروماني. والإتلياني إني نفس الأصل اللاتيني. اللاتيني. هني أصل اللاتيني. يعني مثلاً الإسبانيش. نعم. هني كلن بنحضره من اللغة اللاتينية. يعني زي ما العرب والعبري بنحضره من الأرامي. بس بدي أقول لك شغلة قبل ما أنت لسه معنا هذاك. لما بتروح على، لما بتكون بمدريد وبدك إسبريسو، بتعرف شو لازم تقول لهم؟ لازم تقول لهم بدي كافيه إيطاليانو. يعني طبيعي، إسبريسو. طبيعي، طبيعي. أسبانيا ما عندهاش اسم بلغتها. لا لا، إسبريسو إيطالياني. إسبريسو إيطالياني. طلع. حلو. إيطاليا، إيطاليا بلد. بكت بالمطار أنتي هناك. بتجنن، بتجنن. شفت المطار الجديد تبعهم؟ تبع مين؟ روما. كنت قبل 7-8 أشهر في. معناه جديد. يا زلمة شو هذا؟ هذا شو بدي أقول لك؟ وساع. فيش صعب توصله قديش وساع. بتمشي حوالي ساعة مشان توصل المحل اللي من باب الطيارة. نعم. كثير مميز. إيطاليا مميزة. وأنت مروح من إيطاليا تبقى شايف هاي اللي زي القدم. حوالي ساعتين ثلاثة بالخارطة بتشوف هالكد بالآخر ساعتين ثلاثة وأنت فوقها. تتخلصها طبيعي. تتخلصها. طلع، هو يعني الحلو بالتعلم خارج البلاد إنك أنت بتتعرض أو بتعيش ثقافة غير الثقافة اللي أنت ربيت عليها. شايف؟ وزي ما كنا نحكي إنه منيح الواحد يغني حاله دائما بثقافات تاني، بتطور أكتر وبنمى أكتر وبتنمى شخصيته أكتر. فكل ما كان الإنسان ما تعرضت لثقافات تاني. زي ما بقول أنا، أنت غنيت أكتر. زي ما أنا هاي نظريتي. حضرتك تفضلت في البداية. نصحت أولادك يتعلموا طب عيون؟ المزبوط، أنا ما نصحتهن، بس ابني الكبير رامز خلص طب عينين، تعلم في بريطانيا. تأثر منك؟ لا أكيد. لما كان يجي مع العيادة يقولوا لا بدك تصير دكتور زي أبوك، تعرف كيف الاختياريات اللي عادات في العيادة. أعرف منيح. شايف؟ أولادي أنا كمان كلهم بالمجال تبعنا، بمجال الصحافة. شايف؟ فتعلم في بريطانيا رامز طب، وتخصص هون، ورجع تخصص كمان مرة في بريطانيا، وعمل فيلوشيب، وإسا روح على البلاد. شو يعني فيلوشيب؟ فيلوشيب يعني تخصص في التخصص. حلو. يعني تخصص في القرنية وعمل تخصص في قرنية الأطفال. حلو. وعاد إلى البلاد منذ بضعة أشهر.
الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا الله يخليك. في شيء بتحب تنهي فيه اللي إذا ما سألتش عنه بدي أعطيك الفرصة أكون مستقيم معك، إنه إذا أنا ما سألتش شيء إذا حاب تحكي. والله والله أول شيء الحديث معك ذو شجون. وزي ما أنا قلت لك بال بال بالمقطع الدعاي إنه أنت تطفي من الهدوء على كل إنسان بتحاوره. سلام. يعني أنا مش حاسس حالي إني باستوديو بتلفزيون. سلام. حاسس حالي زي ما قلت لك بصالون عند صديق. سلام. وبشكرك كتير. طبعا منقول للناس، خلينا نقول كلمة للناس، مهم الناس مهمة. الوقاي، الوقاي من ناحية كاميرتك هاي. نعم الوقاي، يعني عندنا كتير أطباء عيون وعرب بنقدر نروح نعمل فحص وقائي. يا ريت يفوت عندي هيك واحد يقول لي جاي عندك أعمل فحص وقائي. هذا كتير إشي ببسط الدكتور. بكلفه كثير مصاري؟ لا بكلمه عن طريق كوبات خليم. كلنا مؤمنين بيقدر يجي يعمل عن طريق كوبات خليم. فحص وقائي. حلو، هاي نقطة كثير مهمة. فحص وقائي. عن طريق كوبات مرة خليم. مرة بالسنتين. يعني كوبات خليم مجبورة تمول لك كل شيء. طبيعي. بلاش هذا. طبيعي. استمارة 17 يمكن. بدون استمارة. بكلفه كوبات خليم بيقدر الواحد يروح عند أي دكتور يعمل يقول له جاي أعمل فحص وقائي زين ضغط العين يفحص شبك العين هذا للكبار. الصغار فحص نظر للأطفال. بجيل صغير بجيل سنة كل طفل نص سنة ينفحص يشوف إذا عنده ضعف نظر حتى ما يتطور عنده عين كسلانة. هاي كلها ممكن نعمل عليها برامج. بس يعني الوقاية فحص للأطفال فحص وقائي جيل 6 أشهر أو سنة، فحص فوق جيل 35 فحص طبعا قبل صف أول، فحص 35 كل سنتين فحص ضغط العينين وشبك العينين. اللي عنده سكري مرة بالسنة، عندنا نسبة السكري عالية بالوسط العربي. صحيح. مرة بالسنة فحص لشبك العين لمرضى السكري. ضغط الدم العالي مرة بالسنة فحص لشبك العين لدى مرضى الضغط العامي. هاي شغلات عامة لازم نمرقها احنا للناس، ان يعني شو احنا بنقدر نساعدهن بدون ما يدفعوا اشي، بنقدر نساعدهن انه يحافظوا على صحتهن. وكما قالت العرب درهم وقاية خير من قنطار علاج. وانا بدي اكد كمان مره اللي حضرتك تفضلت وقلته، انه عمليا اذا واحد بده يجي يعمل فحص عينين بيقدر يعمله ببلاش. عمليا بيجيب كرت صندوق المرضى عند اي دكتور عينين مع كرت كوبات خليم، مرحبا دكتور والله جاي اعمل فحص وقائي. ولا دكتور بزعل انه يسمع هاي الكلمه، بالعكس. اوكي حكيت انت عن عني، اذا مسموح لي انا كمان اعلق. انا يعني احيي بشاشتك وكيف نظرتك للامور وابتسامتك كل الوقت، وكمان محاولتك مساعده الناس. احنا عمليا موضوع التوعيه انا على نظري فوق كل شيء. الناس بحاجه لتوعيه. هاي الاشياء اللي مش هذا مجتمعنا اللي كلنا بنحبهاش، هاي ناجمه او ناتجه عن عدم توعيه. فبرجو اني انا وياك يعني زدنا التوعية على الأقل في هذا المجال اللي بنحكي عنه العلم. أما أكيد انبسطنا يعني بال. أفضل مشاهدين أو الأهل. شكرا عزيز. شرفني. الله يخليك. شكرا. إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية بسام جابر يحاور. سوف ألتقي حضراتكم من خلال برامج أخرى ضمن هذه السلسلة. إلى اللقاء.